السلام عليكم. لا تسمعتي تدخل هي غتصورك. بما طلعوا شويه المشاهدين باش نبداو اللايف. هذه قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. الدار البيضاء، وحنا الان مع ارملة، كانت مزوجة سيد من جنسية سنغالي. الحمد لله كانوا عايشين على قد الحال، وما فحالوش فيه ما فحالهاش، مقاتلين مع الزمان. الحمد لله ولدوا ثلاثة ديال الوليدات، ولكن صافي انا ما نقدرش نعرف الله يبارك فيها. يعني مشاهدي قناة شوف تيفي، كيفما شاهدتوا معنا هاد السيدة هادي أرملة، كانت مزوجة واحد السيد من جنسية أخرى سنغالي، تا هو كان على قد الحال، وهي على قد الحال الحمد لله. كانوا معاونين على الزمان، واحد عندهم غير ثلاثة الوليدات. للأسف هاد السيد هذا توفى، الله يرحمه يا ربي. دابا هاد السيدة كتعاني، خصوصا أن عندها ثلاثة الوليدات، ما عندها باش لا مصروف لا مدخول لا حتى شي حاجة. حتى السيد اللي كانت مزوجة بيه راه ما عندوش شي حاجة، ما كان عنده حتى شي حاجة. دابا كتبيع غير الحوايج بدرهم جوج درهم ثلاثة درهم، يعني هاد المبلغ هذا شنو غادي يدير لهاد السيدة هادي اللي عندها ثلاثة ديال الوليدات وعندها الكرة؟ يعني انتوما كتشوفوا الخناشي اللي كتبيع، الخناشي اللي كتبيع، داكشي الحوايج ديال درهم درهم جوج دراهم، يعني درهم جوج دراهم شنو غادي دير لهاد السيدة هادي؟ هاد السيدة الحلم ديالها في الحياة هو شي سكن اللي تستقر فيه هي والوليدات ديالها، حيت الكرة قهرها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شنو المشكل ديالك أختي؟ المشكل ديالي أنا المشكل ديالي حبيبة ديالي عندي الكرا قاطح عليا شوية، تقهرت ولا ما عنديش الخدمة مداومة، مرة نخدم في الديور، مرة نبيع كاي حويجات، ولكن كان الحوايج تقريبا هي كنعيش بيهم، ما كيخلصوش ليا كرا كتر ليا، كندير الميلان في الديور وكنخدم. وأنا أرملة ومات ليا راجل، ما ولد برحمة الله، خلى ليا ثلاثة الوليدات. راجلك تا هو ما كان ما فحالوش، سنغالي ما خلى لي الا الله ودوك ثلاثه الوليدات هو اللي خلى. العالم كامل عارفني، خلى لي الله ودوك الوليدات ثلاثه، ما خلى لي لا سكنه، ما خلى لي لا فلوس لا ندريس لا والو. من النهار الاول الله يخلف عليك وخلف على الناس، هما اللي وقفوا معايا، هو باش درت لي العشاء ديالو وقفوا معايا مني، ما مات لي في جنان اللوز ماشي هنايا. شنو سبب الوفاه؟ كيفاش تمات؟ هي في جنان اللوز، وقفوا معايا موالي جنان اللوز الله يكثر خيرهم والله يرحمني من الوالدين، يعني وقفوا معايا واحد الوقفه الله يجعلني مقبول في الميزان. راجلك كيفاش مات؟ كيفاش مات؟ راجلي كان دارو نار الكواز، ولكن الاخر ديالو ما بقيت عرفت شنو هو، ما عاودش لينا حنا هو الطريقه ديالو باش، يعني هو كان السبب ديالو هاد الكواز، هما اللي كانوا ضارينو ومشى ليه الصوت. ولا كيهضر الهضره ديالو باح، كنقول ليه يقول لي دابا يفوتني الحال، دابا يفوتني الحال. ملي تاثر الوقت ما بقيت عرفت، ما بغاش يقول لينا حنا هو السبب، الى الله اعلم داك دار ولا داك المرض الله اعلم، يعني هذاك هو السبب ديالو باش مات. يعني دابا كتعيشي من بعد ما مات الزوج ديالك كتعيشي ظروف صعيبه بزاف. نعم. كتعيشي عندك مشكل في السمع ياك، ما كتسمعيش مزيان شويه، ما كنسمعش مزيان. دابا كتعيشي ظروف صعيبه، ظروف ديالك صعيبه، قهرك الكرا. شديتي تماره قلتي لي ما كنلقى ما ناكل، كنخلص الكرا وتنبقى جالسه واقف. داكشي هو اللي كاين. انا يا تنطلب الله خوتي وخواتاتي والمحسنين، انا بغيتكم تعاونوا معايا، تعاونوني في الكرا، هو اللي قهرني. اما المعيشه باش معطى الله، احنا ندوز الوقت بحالنا بحال الناس. الله يرحم لكم الوالدين خوتي وخواتاتي والمحسنين. رمضان قلتي ما كنتيش كتفطري؟ مرات تفطري مره. رمضان كي دوزتي رمضان؟ رمضان كنتيش كتفطري الفطره؟ لا ماشي الفطره، قلتي في عام الجوف قلتي ما كنتش ما فطرتش، نهار مشي لعندو قلتي نهار نفطر ونهار ما نفطرش. هكا كنصغر انا في الفطور. في رمضان كيف كنتي كدوزي رمضان؟ ما كنتي كتلقاي ما تاكلي؟ لا لا دوزت باش ما عطا الله، ما كاين زعما شي فطور اللي هو يكون كيما فين ما كاينش، يعني والو لدرجه ديال ما كاين حتى ما يتكال. دوزت باش ما عطا الله وصافي والحمد لله. وليدات كاش كيقولوا لك على هاد الحاله اللي كتعيش وليدات؟ مره الناس كيتعاونوا معايا الوجه بحال وجهكم. ولادك 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 قلتي لي ما خدامينش مساكن، انت كتشوفي ولادك هكا كتمرضي. الدري الوسطاني هو اللي خدام 4 ايام السيمانه، شنو كدير 4 ايام السيمانه؟ كدير والو. كتشوفي وليداتك هكا كيبقى فيك الحال، قلتي ما كرهتش انا يكون عندي شي سكن نجمع فيه وليداتي. والحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد. وليداتك كيبقاو فيك، كيبقاو فيك ولاد. ضروري وليداتي ما قدرتش نفرط فيهم، ما كيبقاو خلاو ليا في يدي ما قدرتش نفرط فيهم. كيبقاو فيك وضروري.
لا راني على قبل ولادي انا حالتي كدايره. فين كتخدمي؟ فين كتخدمي اختي؟ كيف من هكا في الديور ما تخمل كنخمل نخدم بالدوار ولا كنخدم هاد المرات كن يعني ماشي شي خدمه الجامع هاد قهرتي بزاف مش عارف قهر الله ولا شنو اللي بزاف شنو اللي بزاف الله هو اللي يعلم شنو كنعرف خاطري ما كنفيق بخاطري كنفيق مرفوع نعس ما كنعرفش على خاطر ديالي وصباح كنفيق بحال الحمقى ملي كنفيق كنحل الباب ما كنعرف فين يعني مش أو رقية اختي شنو الحلم ديالك في الحياة؟ شنو باش كتحلمي؟ إيوا كنطلب في الحياة أنا بغيت خوتي وخواتاتي والوحشتيني بغيتهم يتعاونوا معايا. باش يتعاونوا؟ شنو الحلم الأمنية ديال حياتك؟ اللي بغاو على خاطر ديالهم يتعاونوا معايا. المهم أنا قهرني لك راه ولا قهرني إنما كان فين غادي نمشي. يعني محتاجة الماكلة السكن محتاجة الماكلة باش ما عطلنا لك في مراك ومراك. والسكن ما عندكش عندك غير أنا. السكن ما عنديش والو. والكرا كيقهر بزاف قلتي لي راه كنجمع غير قهرني الكرا حبيبه ديالي بزاف الحمد لله على كل حال بلا موالك الحق شنو تبغي تقولي للناس المحسنين الناس اللي في قلوبهم انا كنطلبهم الله يرحمني من الوالدين ما كيتمنوا فيا خوتي وخواتاتي لا اللي برا ولا اللي هنا ولا انا اختي اختهم انا في الاسلام انا يتعاونوا معايا انا يشوفوا فيا انا من الحاجه بزاف ماشي ما من حاجه من حاجه بزاف انايا ما عندك لا عائله لا حمي لا رحم ما كتشوفيش بعينك مزيان ما كتسمعيش مزيان ضراني من الصغر ديالي ضراني من الصغر ديالي اللي نجي كتشوفي هادشي كامل وكتقولي ماشي مشكل ماشي مشكل عيني ماشي مشكل ودني ولكن ماشي مشكل ولكن وليداتي في السكن اللي مشكل كيبقى في وليداتي ضايعين بزاف ما خدامين ما خدامين مكرفين حالتهم حالتهم حتى الماكله ما كاينش الماكله ما كاين يلا دابا خرج قال لي واحد ماما صايمه قلت لي صايمه قال لي ماما واش انا نبقى نمشي قلت له زيد قلب على خدمه ما عندي ما ندير اش غادي ندير لك ما عندي ما ندير لك شنو تبغي تقولي وليداتك كبار في السن شحال عندهم؟ ها شحال عند وليداتك من عام؟ ولدك دابا هو جاي 1998 يعني باغيين يخدموا ولكن ما لقاوش الخدمه ما لقاش الخدمه شو تقولي للناس اللي قادرين يخدموا لك ولا شي خدمه اللي بهاد الورقات اللي بهاد الورقه ما عندي باش نضيف هذيك الورقه حتى لقيت لي واحد مرجان يخدم هنايا في الوئام تخدم واحد الدار الورقه دابا شو تقدري تقولي للناس دوز على الصدر خصك ولا اختي ما عنديش بنيتي ما عنديش دابا شو داكشي كنصورو كنعطيه لك دابا شو تبغي تقولي للناس المحسنين الناس اللي في قلوبهم الرحمه ويقدروا يخدموا لك وليداتك شو تبغي تقولي لهم انا كنطلب الله بغيتهم يعاونوني يتعاونوا معايا يخدموا لك وليداتك يتعاونوا معايا باللي بغى خاطر ديالهم الله يرحمني من والديني يتعاونوا معايا باللي خاطر ديالهم بغيتي يخدموا وليداتك وبغيتي يخدموا لك وليداتك يعاونوا معايا يخدموا لي وليدات يخدموا لي وليدات يخدموا عليا كنمشي عند الناس اللي عندهم الخدمه وكنطلبهم ما كيبغيش يوقفوا معايا علاش يعني بغيتي وليداتك انا ماشي مسلمه كنطلبهم وعندهم الخدمه ما كيبغيش يخدموا عليا ان شاء الله يكون خير يا ربي. مشاهدي قناه تيفي كيف ما كتشاهدوا معنا هذه ارمله كانت مزوجه راجل من جنسيه اخرى دابا ولدت عندها معها ثلاثه الوليدات وتوفى هذا السيد هذا هذه السيده كتعيش ظروف جد صعبه كتعيش مع المعاناه الفقر قله الشيء كيف ما كنقولوا قله الشيء راه مشكل الناس ما عندها باش تخلص الكره لا ما تاكل لا ما حتى شي حاجه عندها ثلاثه الوليدات ثلاثه الوليدات خاصهم الخدمه وجهات نداء للناس المحسنين الناس اللي في قلوبهم الرحمه انهم يعاونوا باش مسخهم الله كيف ما قالت اما بالسلاكان يعاونوها على الكرا جيب تشوف وراه كتبيع مسكينه